ما ضبطت الجيمات ولا عرفت له. في عندي لكم طريقة الجيمات محشية بالجبن، تنقلي قلي بالزيت لكن جدا لذيذة. بنزل لكم المقادير الآن والطريقة كتابة، وضبطوها وطبقوها بكرة إن شاء الله. للي ما ضبطت الجيمات العادية، ولا حتى اللي ضابطتها وتبي تغير، الجيمات محشية جبن لكن جدا 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 لذيذة ما شاء الله تبارك الله. فتريون بعد شوية بنزل لكم إن شاء الله، وطبقوها بكرة بحول الله وقوته. مقاديرها بسيطة وهي جدا سهلة. الله يرزقنا وإياكم جنات النعيم. هلا والله وسهلا، حياكم الله جميعا، كيف حالكم؟ غاليات ان شاء الله بخير. اليوم بسوي معكم الجيمات محشيه جبن كيري. طبعا اللي ما ضبطت الجيمات العاديه تقدر تستبدل بالجيمات هذه، جدا لذيذه جدا ومرغوبه ويحبونها الكل. طبعا الجيمات اذا حشيتها اغمسه بشعيريه باكستانيه، طبعا هذا اطحن وناعم، هم من غطسه حليب، هم من اغطسه بالشعيريه الباكستانيه هذه واقليه بالمره لذيذه. اللي ما ضبطت الجيمات العاديه هذه بديله عنها، ما شاء الله مقاديرها جدا متوفره. انا بستخدم اليوم هذا الكوب المعياري، طبعا اذا ما عندكم اكواب معياريه تقدرون تستبدلون بكوب الجبن الطويل او اي لا اله الا الله كاس حجمه وسط عندكم. بحط ارباع من هذه. طبعا انا استخدامي هالسنه هذا كله بدقيق فوم، دقيق فوم شفتوا اربع احط. احط كذلك كوب واحد حليب بودره، حطيت اربعه طحين وواحد حليب بودره، احط نص كوب المعياري هذا زيت، نص كوب زيت شفتوا نص الكوب زيت، لا اله الا الله. احط ملعقه ممسوحه، شفتوا ملعقه ممسوحه بيكنج باودر، واحط ملعقتين ممسوحات خميرة، ملعقتين ممسوحات خميرة، أحط كذلك ملعقتين سكر، ملعقتين سكر. أحط ذرة ملح، كذلك أحط من الكوب المعياري الكبير كوبين ماء، يصير دافيات خواتي، مي بردات ولا بحارات مرة، دافي. اخلطوا الماء الحار بشوي بارد وحطوه واعجنوا، خلوا العجينة لينة وملسع ناعمة ما شاء الله، وخلوها تتخمر وحشوها جبن كيري دوائر كذلك تبي تسوين خلية. وقلوا قلي، ما تتحط بالفرن، تنقلي قلي. عاد انا بوريكم كل شيء ان شاء الله اذا اختمرت العجينه باذن الله. شفتوا هذه العجينه بعد ما انعجنت، شوفوا شلون طريه طريه، لا تخلونها قاسيه بالمره عشان تطلع هشه ولذيذه. وطولوا بالعجن، كل ما طولتوا بالعجن اي عجينه معجنات اذا طولتوا بالعجن ما شاء الله تصير هشه وقطنيه وطريه بالمره وتنتفش معكم. الحين خلاص بغطيها واخليها لين تتخمر، طبعا بالميكروويف زي ما علمتكم الطريقه، اولع الميكروويف وهو فاضي لمده دقيقتين بعدين اسكره وادخله، ما شاء الله تتخمر معي بسرعه. اخواتي هذه الاشياء اللي بغمس بها الكرات بعد ما احشيه بالجبن هذا، هذا جبن كيري، هذا فستق حلبي شوفي طحنته بالمره ناعم، وهذه شعيريه باكستانيه برضو طحنته ناعم عشان تلزق بالكرات باذن الله. طبعا هذا قبل القلي غمسوا فيها، بوريكم كل شيء. هذا بعد ما اقليه وحط عليه شيره بالمره، تجنن هالجيمات ولا محبين ولا عشاقه، وهي جدا سهله للي ما ضبط الجيمات العاديه. يلا خلونا نشوف العجينه ما شاء الله، شوفوا بعد ما تخمرت ما شاء الله كنا فلقه قمر. الحين اخذ، لا تكبرون خواتي لان بالزيت
تنتفخ. خذي حاجة بسيطة منه كذا، ها شفتوه؟ خليني بوريكم. تفردونه أبد، كنا خلية، كنت تبي تسوين خلية. تاخذين جبنة، شفتي؟ ها، وتسكرينه على الجبنة وتكورينه، ها كورينه مضبوط، شفتوا؟ تجمعوا لكم بصينية لين تنتهون من الكمية، بعدين تغطسونه بحليب وبشعرية الباكستانية، شفتوا؟ آخذ ثانية إن شاء الله. وضحت لكم الصورة خواتي لأني ما نب مطولة الفيديوهات، شيء يعني ها واضح مثل الخلية أبد بالضبط. شفتوها؟ تفردونه شوي بصابعكم، تأخذون قطعة من الجبن، الجبن الكيري أطعم ألذ شيء، تحطونه كذا، بعدين تسكرونه، ها شفتوا؟ وتكورونه، ها تكورونه مرة لين تصير ها ملسة، خلاص. ولا بعد ثالثة، والله ما يهنان إلا الكل يتقن، بس هذول يبلشون الطولين، أنت يا ماما صار الطولين. الله المستعان. بس شوفوا ها، شفتي؟ تحطين الجبنة، تسكرين عالية، إذا حسيت إنه كبير شيلي منه، ها خلاص. أبى أكمل الكمية كلها إن شاء الله وأرجع لكم بإذن الله. شفتوا شلون كورنا العجين، حشيناه بجبن، حطينا البصينية. الآن بوريكم الخطوة الثانية. شفتوا هذه العجينة اللي كورناها، أحطه بالحليب، شفتوا؟ أدحرجه بالحليب، بعدين أشيله وأحطه بالشعيرية الباكستانية كذا، أغطيه كله مرة ها، وأرعص بدياتي على خفيف كذا لين يلزق به، شفتوا؟ ها احطها بصينيه على جنب. ثانيه حطوا كذا واحده، مره واحده اسرع لكم، ها بسم الله. شفتوا دحرجوهن بالحليب السائل زي المراعي، زي السعوديه، زي اللي انتم تبون، حطوهن بشعيريه الباكستانيه، وبرضو ها دحرجوهن لين تلزق بهن الشعيرية. امسكوهن بدياتكم كذا ها، خلوا الشعيرية تلزق، تلتصق، شفتوا؟ خلاص ها تصيرون حاطين الزيت على النار خواتي، على نار هادية لين يصير حار، عشان نبي نقليهن حنا زي القيمات. فهمتوا الطريقة خواتي؟ خلاص بكمل المقدار وارجع لكم بإذن الله. ها طبعا هذا إلى الآن ما جيناه، وهذا الفستق هذا له طريقة ثانية. شفتوا خواتي بعد ما غطستهم بالحليب بشعيرية باكستانية، الحين أقليهن بزيت غزير وحار لين يتحمرن، يطلعن لونهن ذهبي المرة، وإن شاء الله وارجع لكم بإذن الله. شفتوا الزيت الحين خلاص صار حار، احط فيهن القيمات المحشية، شفتوا؟ حطوا لا تخافون، حطوا ان شاء الله نص كل الكمية، تعتبر مثل القيمات هي. حاولوا تصغرون الحجم خواتي لانهن بالزيت ينتفخن. حركن الحين لين يتحمرن مضبوط، شفتوا شلون بدن يتحمرن؟ شفتوا شلون تنفخن؟ خلوهن يتحمرن على مهلن عشان يستوين من جوا، لأنهن عجينهن. خلو النار بالبداية عالية زبد زي القيمات، هم نقصروا عليه وقلبوا. روعة روعة القيمات المحشية هذه بالمرة. شفتوا ما شاء الله اللون
تبونهن اغمق خلوهن شوي. ما شاء الله شوفوا شلون، شفتوا ما شاء الله زي ما قلت لكم صغروا الدائره عشان تبي تنتفخ بالزيت. شوفوا شلون دي كبره صارت ما شاء الله. هذه فكره من افكار رمضان يعني للي محتار ما يدري شو يسوي. ماما ساره ان شاء الله باذن الله منقذه. شفتوا الحين طلعهن وحطهن بصينيه فيها منديل، واحط الدفعه الثانيه عاد الشكل الثاني اللي بصلحه معكم. الجزء الثاني شوفوا لا غمسته بحليب ولا حطيته بشعيري باكستانية، أبقليه على شكله هذا. شفتوا أحط كل الكمية تقريبا. أبقليه لين يتحمر زي الدفعة الأولى بالضبط. شفتوا هذول السادة تحمر الحين أطلعهن. شفتوا في قطر في شيرة عشان ألصق فيهن لا إله إلا الله فستق الفستق الحلبي يلصق بهن. شفتوا هذا طبق الفستق، هذه قيماتنا المحشية أغطسهن. شفتوا وأحطهم طبق، أحط واحدة كذا واحدة كذا. شفتوا واحدة كذا واحدة كذا. طلع شكل حلو ولذاذة بنفس الوقت. شفتوه ان شاء الله وصلتكم الفكرة. ابى اكمل وارجع. شفتوا شلون هذه الدفعة الثانية. شفتوا خواتي انتهينا من طبق القيمات المحشية. شوفوا ما شاء الله حطينا فوقهن حليب مكثف نستله. ما شاء الله الطبق زي ما قلت لكم من اطباق رمضان وجدا لذيذ. طبقوا اللي ما ضبط القيمات العادية يبي يضبط هذه بمشيئة الله. يلا علينا وعليكم بألف عافية. ما شاء الله تبارك الله. اللهم اغفر لآبائنا و...